حياكم الله. لا يخفي على أحد أن العراق يعتمد منذ عام 2003 إلى اليوم يعتمد في وارداته على النفط، رغم كل ما يملكه من إمكانات قادرة على توفير الاكتفاء الذاتي للمواطن أو حتى التصدير. في العراق الذي يملك مصانع كبيرة، كان إلى فترة قريبة يستورد كل قوت شعبه من دول الجوار. الصناعة في العراق تنقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الصناعة الاستخراجية اللي تعتمد على استخراج النفط أو الغاز الطبيعي، كذلك المعادن مثل الكبريت والفوسفات وغيرها، وأيضا الصناعات التحويلية اللي تشمل الصناعة الغذائية والنسيجية والجلدية، إضافة إلى صناعة مواد البناء وحتى الصناعات الكيميائية أو المعدنية والكهربائية. يعني باختصار، العراق كان يصنع كل شيء من الألبان والزيوت والسكر والمعلبات إلى الأنسجة والجلود والمواد الإنشائية، وصولا إلى الأدوية اللي كانت تنافس الأدوية العالمية في يوم من الأيام. المنتوج الوطني يعد من أفضل المنتجات على مستوى المنطقة، لكن غياب الخطط جعلت دولة تعتمد على استيراد أبسط السلع. اليوم مع كل التغييرات اللي يشهدها البلد على مدى أكثر من شهرين، انطلقت حملة واسعة لدعم المنتج الوطني وإعادة العمل بالمصانع المتوقفة، إضافة إلى تطوير المصانع العاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً، وللاستفادة أيضاً من صادراتنا المحلية لدعم الاقتصاد وخزينة الدولة بدل من الاعتماد فقط على النفط الخام، وأيضاً تعزيز ودعم المنتج الوطني من خلال تشغيل المصانع أيضاً راح يوفر تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في وقت يعاني العراق من بطالة كبيرة، حيث من المتوقع أيضا تشغيل قرابة 5000 عامل كل مصنع. عدسة دجلة كان لها جولة في داخل مصانعنا، وخلينا نبدي من داخل مصنع ألبان أبو غريب ونشوف ونرجع. راح نستقبل أيضا اتصالاتكم، راح تكون أسفل الشاشة. حملة دعم المنتوج الوطني مستمرة. نحن اليوم في معمل ألبان أبو غريب، أحد المعامل العريقة لإنتاج الألبان. ابقوا معنا. هذا مصنع دجل الأجبال المطبوخة، أحد مصانع ألبان أبو غريب. تبدي المرحلة الإنتاجية بتهيئة موارد الطبخة اللي تتكون من الكيرد والمارجرين والحليب وأملاح الاستحلاب والمي والشدر. نمزجها بأوزان مختلفة احنا نحددها للعمال، بعدين يخلونها بالطباخ الاستيفان تنطبخ ببرنامج تقريبا مدة 10 دقائق بدرجة حرارة بسترة من 90 إلى 95. سحب ما للحق عليه هسه، لان اشتغل شفتي هسه ما للحق. يعني بعد الحمله اللي انطلقت اليوم. اي اي هسه نشتغل شفتي 12 بليل يوميا، احنا يوميا 12 بليل نبغى ما للحق. اكو مشاكل تواجهكم بالانتاج بالعمل؟ لا 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 لا. عدسة دجلة الآن تتجول في قسم إنتاج الأجبان في معمل ألبان أبو غريب. الإنتاج مستمر ويعني بشكل شفتات، شفتين باليوم، يعني مثل ما تحدث إن هنا أحد العاملين بالمعمل. الطلب على المنتوج ازداد بشكل كبير، يعني بعد الحملة التي أطلق يعني التي أطلقت بدعم المنتوج الوطني. أبقوا يعني. نحن تلقينا يعني أخبار جيدة مفرحة جدا من قبل المتظاهرين، ونشكرهم جميعا وجزيل الشكر. يعني نحن وجدنا أنهم هم الذي شجعونا على رفع الإنتاج في مصانع ألبان أبو غريب، يعني خاصة الأيام الماضية 20 يوم الماضية، يعني تمكننا بفضل الله وفضلهم أن نرفع الإنتاج إلى سقف عالي جدا. يعني بعد كنا ننتج حوالي 12 إلى 13 إلى 15 طن، والآن وصلنا إلى 80 طن.
عندنا خطة الحمد لله والشكر، تمكننا من تأهيل ماكنة جبن المثلثات ودخلت للخدمة الفعلية إن شاء الله، اعتبارا من هذا اليوم بدأنا بتنظيفها لأنه كانت بها شوية يعني عطلات، صلحناها من قبل خبراء أجانب جبناهم وتمكننا من تصليحها وتأهيلها. وقبل أمس وصلت سيارة محملة بالعلب التعبئة والتغليف التابع لجبن المثلثات، فإن شاء الله خلال 72 ساعة ندخلها للخدمة بإذن الله تعالى. يعني هالساعتها قدرة المصنع تغطي بغداد كاملة. نعم، ونحن الآن بصدد إرسال سيارات محملة إلى حلة وكربلة والنجف والديوانية، وأرسلنا إلى ناصرية والعمارة. مصنع البان الرافدين يعتبر المصنع الام بالنسبه للشركه العامه لمنتوجات الالبان، لان عندنا شعبه الاجبان المطبوخه، وعندنا شعبه اللبن الرائب، وعندنا شعبه الجبن الطري، وعندنا شعبه القشطه، وعندنا شعبه الزبد، وعندنا شعبه استلام الحليب. هذني كلهن بمصنع البان الرافدين. هذا المنتوج اللي يخضع الى معايير وفحوصات لتقيس والسيطره النوعيه. تعرفون وزارة الصناعة والمعادن بكل بلدان العالم تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد العراقي، لكن بسبب الأوضاع الراهنة اللي مرت بالعراق بشكل عام اندثرت هذه الوزارة، وخاصة بعد أحداث 2003 لحد الآن. وبصراحة المنتوج اللي يجينا من خارج العراق طبعا يحتوي على مواد حافظة درجة، ولذلك تشوف فترة استهلاكه وفترة وجوده بالمحلات الخارجية يتحمل فترة أطول لمدة شهر أو أكثر، وهذا ما أثر بشكل سلبي على استهلاك منتوجنا، على اعتبار انه المستهلك ما يحمل ذيك الثقافه العاليه، الثقافه الغذائيه العاليه، واصبح يحاججنا في اكثر من مكان بالاسواق المركزيه، على اعتبار انه منتوجكم يعني الفتره الزمنيه البرودكشن ماله هو فتره محدده. هسه احنا عندنا بالقشره 10 ايام. المعايير العامه المعمول بها وضوابط المعمول بها بمصنع البان بغريب، خاصه احنا في شعبه القشطه، طبعا اكو هناك اجراءات استباقيه قبل أن يبدأ الإنتاج، هي عمليات غسل وتعقيم لكافة الخطوط الإنتاجية باستخدام مادة السودة لإزالة الدهون بدرجة حرارة 80 إلى 85 درجة مئوية، واستخدام الحوامض اللي هي واتشن وثيب تركيز 1.5 إلى 3 أيضا يذوب بدرجة حرارة 80 إلى 85 إلى 90 درجة مئوية حتى يسوي دنترة بالبروتين يقضي على جميع الأحياء المجهرية المرضية وغير المرضية. وهذا دليل قطع على أنه المنتوج خالي من كل المواد، يعني من كل يعني منتوج خالي من التلوثات اللي هي ضر بشكل آخر بصحة المواطن. إحنا هنا مختبراتنا الحمد لله متكاملة، ونجري بها فحوصات بكتيريولوجي والكيمياوي، نقوم بكافة الفحوصات للمواد الأولية والمواد الخارجة من الإنتاج، حتى فحوصات المي، الإسالة، البويلرات والسوفنرات، وفحص المياه الصناعية. والله إحنا إنتاجنا قوي إن شاء الله، يعني باستمرار يوميا شغل عندنا، يعني حتى قمنا نجي مبكرة حتى نغسل الخطوط مالتنا وننتج إنتاج قوي. دوامنا من 8 للـ5 المغرب. حياكم الله من جديد. طبعا مثل ما شفنا وسمعنا خلال جولتنا
الإنتاج ازداد خلال الأيام الأخيرة بفضل حملة دعم المنتوج الوطني، حتى أيضا قدرنا نفتح خطوط إنتاجية جديدة، وهذا الشيء إذا استمر طبعا راح نقدر نرجع صناعاتنا لتنافس حتى في الأسواق العالمية مو بس دول المنطقة. يعني راح نستقبل اتصالاتكم، الأرقام أيضا موجودة أسفل الشاشة. احنا اليوم بحاجة إلى بالفعل تطبيق حكومي لتقليل حجم الاستيراد، وأيضا دعم المنتج الوطني، وأيضا اتباع خطط تسويقية لإنجاح زيادة المبيعات في العراق. ومثل ما قلنا اليوم، إذا استطعنا أيضا إعادة العمل مصانعنا بصورة صحيحة راح نقدر نقضي على البطالة، وراح نوفر أيضا الكثير من الأموال، وراح أيضا نتخلص من أزمة المواد المنتهية الصلاحية وتهريب العديد من السلع غير المطابقة للمواصفات بالأسواق العراقية، وهذا الشيء طبعا معروف. ظل هذا السباق اللي راح نشهده طبعا لإرضاء الشارع العراقي الغاضب، أكو أنباء تحدثت في الآونة الأخيرة عن بدء منح أصحاب 4000 مصنع ومعمل طبعا بالقطاع الخاص قروض مالية لإعادة تشغيلها واستقطاب أيضا اليد العاملة. يعني إذا سوينا حسبة صغيرة، يعني كنا بهذه المعامل ممكن أيضا يعني توفر كل واحدة منها 100 فرصة عمل، يعني بالمجمل هذه المصانع راح توفر 400,000 فرصة عمل. أيضا من ضمن المصانع اللي تجولنا بها هي أيضا عدسة دجلة، لكن بعد ما نشوف أيضا. بس نرجع، عندي اتصال علي من الديوانية. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. شلونك يا فنجان؟ حياك الله علي. علي لي شوية صوتك. فنجان قبل شوي خابرت كان من غير الديوانية. ايه. وانا عندي مشكلة، والحسين السيد ما عندي يعني قاعد بالتجاويز وحالته تعبان يعني ومريض والله العظيم. انا وياك علي، واحنا اخذنا رقمك بالفعل. بس اكو فد نقطة قبل ما تكمل علي، انه اكو بعض المناشدات توصلنا انه تاخذون الارقام. احنا بالفعل ناخذ الارقام من نتجه للمحافظات، يعني المسؤول اذا كان المحافظ او نحتاج وقت، يعني مو بيدنا الموضوع احنا كن فيكون. وانا قلت لكم اياها، لو علي كل مشاكلكم يعني ان شاء الله نحلها. وانا وعدتك علي راح نتجه للديوانية ان شاء الله خلال هذا الاسبوع الجاي ونشوف. والحسين الشهيد يعني تصورين عارف البنات ما عنده والله. صحيح. أنا وياك علي. تقول على الله عليك، إحنا خوية، أنا خوية، أختي بعد أخوي. صار. بس العافية حسين، الله يرضى عنك. طيب. أشكرك علي. مرتضى من بابل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. تحياتي لك. والكادر قناة دجلة ولكل المشاهدين الكرام. حياك الله. الله يحييك. بالنسبة للمنتوج الوطني، نطالب الحكومات، نطالب من الحكومة المحلية محافظة بتزويد المعامل الموجودة في المحافظة. يعني عادتها للعمل. عندنا معمل النشا في قضاء الهاشمية متوقف عن العمل من أكثر من 10 سنوات. يعني ممكن يعيدون العمل ويغطي المنتوج، يعني المنتوج المحلي يغطيه حتى ينافس على بالتصدير. نعم مرتضى. طيب عندي حيدر من ميسان، بس علوا لي صوت شباب. حيدر السلام عليكم. وعليكم السلام حيدر. نصيلي تلفزيون حيدر اذا امكن. بالنسبه للمنتج الوطني، المنتج الوطني يعني شو؟ احنا نتمنى يوصل لكل المحافظات، يعني احنا في محافظه نيسان جاي نعاني من عدد. ما جاي يوصلنا. زين المشكله شنو بالضبط؟ ما يوصل المنتج مثلا هسه احنا كانت جولتنا بمصنع ابو غريب، معمل البان ابو غريب. وهاي الحمله ايضا تخللت، ايضا راح يغطي بغداد والمحافظات للمحافظات. اي والله نتمنى، لانه احنا اللي هسه قاعد نروح للمحلات نسال يقول ما قاعد يوصلنا هذا المنتج. يعني شحاته. ان شاء الله يعني نتمنى يوصل لنا هذا المنتج على مود نقدر احنا. طيب يعني هسه انت من ميسان حيدر صح؟
من نيسان. اي من نعم نيسان. حياك الله. اليوم هاي الحملة اللي بدينا بها يعني المتظاهرين بدأوا بها أيضا وصنع في العراق، المحافظة بدأت بها أيضا؟ إي لا إن شاء الله بدينا بها، وتقاعد رافعين شعارات بساعة التظاهرات. وإحنا هم أدنى يعني بعدنا مجمع البان بس ما قاعد يشتغل. إيش قصة له؟ يعني تقريبا هو اشتغل شهر أو أكثر وبعدين ما أعرف شلون ليش انغلق ما أدري. يعني فترة قليلة انفتحوا منغلق. ايش قص صار منغلق؟ هو قديم، هو قديم المعمل بس عادة وتأهيله واشتغل تمام. اي وبعدين انقطع المنتج باتقى ما يصدق. نعم ايه. فاحنا نتمنى هذا الدعم، والله هي فكرة حلوة وقاعد نشجع عليها وقاعد ننشر عليها وقاعد نثقف عليها. هي فكرة حلوة، هي بالعكس احنا شلون راح نبني وطننا بهذا الشيء حيدر، انه دعم للمنتوجات العراقية راح يوفر ايضا هاي المعامل، راح تنفتح فرص عمل البطاله الموجوده يعني ايدي عامله، راح نخلص ايضا من يعني المواد المستورده والسلع ايضا المنتهيه الصلاحيه. نعم حيدر. طيب عندي اتصال. طيب يعني ابو مهند من وين؟ نعم من الديوانيه. ديوانيه حياك الله. الله يحييك. بالنسبة للصناعة الوطنية، الصناعة عندنا مدمرة تدمير كامل يعني بالنسبة. أي وعندنا مصانع هواية عندنا بالعراق بالديوانية بالنسبة، بس هي غزتها الصناعة الإيرانية، غزتها الصناعة الإيرانية، ونتمنى أنه تعاد هاي الصناعة. أبو مهند شوية علي لي صوتك إذا أمكن، يعني إحنا اليوم بالفعل هو دعم للمنتج الوطني، هو هذا نريد نخلص من المستورد يعني بالديوانية. طيب شباب، طيب خلي نرجع ونقول انه بالفعل احنا اليوم كعراقيين كدعم للمنتج الوطني، مقاطعة ايضا البضائع المستوردة، هو الدعم المنتوج المحلي. يعني الحملة انطلقت من ساحة التحرير لدعم المنتج الوطني، هي جزء من اعادة احياء الصناعة العراقية، لكنها بحسب المراقبين تحتاج إلى دعم السلطة التشريعية من خلال فرض بعض القيود. عندي اتصال. أبو حسين من ديالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا من منتج من ديالة. حياك أبو حسين. الله. أختي هم الدولة هي دمرت المصانع العراقية وقعدتهم. هي لو تشغل المعامل، هي اكو معامل بكل العراق موجوده. هسه احنا كان عندنا بدياله معمل طابوق، معمل معجون، يعني هم لو يشغلوهن مو هذا كل معمل يشغل له فد 500 عامل. صحيح. فهي هم قاعدوا المعامل على مود يستورد من ايران ومن تركيا ومن دنيان ومستفادين هم. يعني ابو حسين لو نتكلم احنا اليوم 12 مصنع بدياله متوقف، بس بدياله. ايه اكثر من 12. طيب اذا هاي ال 12 نقول، اذا تقول انت اكثر من 12 زين، هاي ال 12 ايه. معمل اذا انفتحت يعني حتى دياله تكفيها تروح البطاله، شباب دي يريدون شغل. أبو حسين رحم الله والديك. أسمعك. يعني هو حتى وزير في الوزراء لو يقعد يا وزير الصناعة ويا وزير التجارة، تعال عمي شغلوا معامل، شغلوا معاملكم. أنت مريد تصميم التعمير لمدة سنة، وين كانوا؟ هاي صار لهم 15-16 سنة وقفوا كل المعامل وهجموا. إذا معمل يشغل، إذا أهلي يشغل، يجي يروحون يهددوا مجاميع تهدده بأن يوقف المعمل. نعم. حتى دا يستوردون. نعم. هم يردون عزية البلد. لا إن شاء الله أنتوا يعني بصوتكم وصوت الشباب أيضا اليوم اطلعوا لدعم المنتوج المحلي، إن شاء الله ترجع المعامل كلها تنفتح أبو حسين. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك أبو حسين. عندي
كرم من امريكا، علو لي الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا احيي جهود الشباب اللي انبذلت من اجل انه تنفتح هاي المصانع وينهون على البطاله، واوجه لهم كلمه شكر على مود هذا الشيء، لانه يعني انسدت المصانع صار لها 16 سنه ومنتوجنا المحلي اصبح يعني منسي بشكل عام يعني. ويعني احييهم على هذا الشيء واقول لهم تقدموا للامام، والف شكر لكم، ورب يوفقهم وينصرهم على اعدائهم، على الحكومه هاي الفاسده اللي صار لها 16 سنه تنهب بينا وتبوق بينا، وعدنا كل شيء احنا من خيرات من صحيح يعني مواد اوليه. يعني كرم كرم انت بامريكا صحيح، وده تقول انه دشد على ايدي الموجودين حاليا بالعراق وكدعم منتوج محلي. احنا اليوم لو نتكلم يعني مو فقط انه نفط وغاز ومواد كيميائيه وجلود واغذيه، احنا كل شيء موجود بالعراق. يعني حتى الدول طبعا كل شيء عندنا، حتى الدول من يريدون انه بالفعل كمراقبين لهم بداخل بلدهم او حتى خارج بلدهم يدعمون صحيح هذا المنتج. صحيح. حتى بالسفارات بالقنصليات بالخارج يدعمون صح. هذا الشيء اكيد اكيد. وطبعا هنا العراقيين كلنا ايد واحده وياهم، زين وياكم، واحنا عراقيين اكيد. صحيح. هذا الشيء اجباري علينا وغصبا علينا لازم نسويه كعراقيين. زين، ورب ينصرهم ويوفقهم. اللهم امين. وإن شاء الله الأمن والأمان على عراقنا الحبيب. آمين 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 يا رب. أشكرك كرم. أبو علاء من بغداد. عين تحياتنا أنس وجدان وللقناة العزيزة وللكادر وكل العاملين بهاي القناة، قناة الشعب إحنا نسميها. حياك. إحنا بالنسبة لنا من 2003 مع الأسف أنا الله شاهد ورسوله، قبل 4 أشهر قعدت ويا شخص من الدولة من بعد عادل عبد المهدي. زين؟ مثلا بذات الله قعدت ويا وجهي وجهي وحسيت ويا، قلت له يا أستاذنا العزيز العراق يوميا يعني يوميا بس ريوقات للعراقيين ب10 مليون دولار. 10 مليون اضربيها في 30 يوم 300 مليون تبني لنا أرقى معامل. نعم. أرقى معامل تبني لنا، مو بس معامل ألبان. صحيح. معامل صناعية وإنتاجية، شو تريدين؟ مو هذا بدنا نحكي عليه احنا أبو علاء، يعني أنت من بغداد بدنا تحكي هسه. لو احنا تكلمنا أبو حسين قبلك من دياله 12 معمل أو أكثر مسدودة بدياله. المحافظات البقية بيها المعامل. هو ستنا العزيزة هو من يستوي هذه المواد الغذائية؟ يستوردوها هم ذول اللي بالحكومة اللي عبوا بالسلوام اللي ما غزه بالدولة، ما عندهم شعور وطني، لأن ذولا ما عندهم ولاء للعراق. لأن لو عندهم ولاء للعراق كان الناس ما طلعت مظاهرات عليهم، لأن دمروا الصناعة ودمروا الزراعة ودمروا الصحة ودمروا التعليم ودمروا الإنسان ودمروا الحجر والبشر. ذولا يعني كارثة اللي ما الله سبحانه وتعالى ما ادري ما ادري ذولا وين يعني ما يعني شو اريد اقول لك؟ تعال هسه للمعامل، معامل العراق كان ما يستورد اي شيء، ما يستورد من برا، عنده اكتفاء ذاتي من داخل البلد. يعني يجيبون لنا مواد حتى ما قام على السيطره النوعيه، ما اكو لها رقابه، لا رقابه صحيه ولا الحدود مفتوحه على مصراعيها، منين ما تجي تطببين بضاعه تطببوا بضاعه كلها تالفه، بس يغيرون الليبل مالتها وخلوها والله تنتهي صلاحية 2020 وهي تنتهي صلاحيتها. وشوف هسه الأمراض السرطانية اللي عندنا موجودة كلها من المعلبات من المواد المستوردة. يعني حتى يجيبون حشات حشا من يسمع لحوم مال حنير هسه غادي السوق، زين من يراقبهم؟ أنت حكي زين أبو علاء الحكيته صحيح. يعني خليني أتناقش وياك اليوم إحنا كمواطنين عراقيين من ندعم المنتوج الوطني، هذا راح يحرر بلدنا، راح يخلي بالفعل راح يخلي الاقتصاد كله عدا البطالة، المصانع المشاريع. يعني الشباب اليوم مثل ما شفنا حتى بساحة التحرير من فتحوا، إذا بدنا نتكلم على يعني المطعم التركي شلون بنوا شلون سووا. يا شباب احنا هواية عندنا أيدي عاملة،
يعني حتى المسؤولين جدا اليوم عزيزة. هذا النفق، النفق اللي داخل ساحة التحرير، هاي المدر الادراج مالته وين مالت بغداد؟ خلال 3 ايام 4 ايام طبقوه مرمر، الارصفة صبغوها صبغ محترم، سنة ونص ما ينزل هذا الصبغ، ما يروح من الرصيف، صبغوه صبغ اللي بضمير يشتغلون، دولة ما عندهم ضماير، ضمايرهم كلها انسحقت. زين هذول انا بالنسبة لي كمواطن عراقي انادي كل فرد عراقي اللي ما يشجع المنتوج العراقي وما ياخذ البان من العراق ما عنده وفاء لحليب امه، الحليب امه ما عنده وفاء وما عنده وفاء للعراق. هذا العراق عراق اجدادنا وابائنا، كل انسان شريف ويحرص على شرفه ويحرص على عرضه ويحرص على المنتوج العراقي ويحرص على العراق، واللي ما عنده غيره على بلده ما عنده غيره على عرضه. زين نعم، يعني ابو علاني اشكر المظاهرات، وانا من خلال عينه ستوجان يعني هذا احنا مناسبه البارحه مال التحرير الموصل، يعني بالصدق بالكذب ما نزلوا على عبد الوهاب السعدي والقاده الشرفاء وهنوهم وسووا لقاء وياهم في التلفزيون، ليش يسيبوا ينطقوا حقهم هذول الناس الشرفاء اللي ضحت بدمها؟ ابو علاء يعني عبد الوهاب ابو علاء السعدي وعبد الغني الاسدي ابو علاء. نعم. احنا ان شاء الله ما يضيع حق اي احد، وانتو يعني يكفي الشعب هذا يعرفه، وهذا يعني انتو بنيتوا الوطن وراح تبنون ان شاء الله، وهاي ان شاء الله ان يعني شاء الله. اشكرك ابو علاء. عندي عمر من المانيا. عمر الو السلام عليكم. عليكم السلام. اول شيء يعني احنا نهنيكم على هذا البرنامج الحلو والطيب، وثاني شيء يعني على هاي شغلة المعامل اللي هسه صارت اللي اشتغلت، يعني شكر الأول نوجهه للجيل هذا اللي خلى هاي المعامل تشتغل، اللي الحكومة 16 سنة ما قدرت تسوي هذا الإنجاز، يسوي ذول الجيل اللي مع الأسف يسمون جيل البورجي أو جيل التوك توك، سوى إنجاز 16 سنة ما قدر يسوي، يعني الصراحة والله العظيم الناس قاعدين يتفرج لما شفت المعامل دي تشتغل يشهد الله دمعت عيني. يعني الانتاج الوطني العراقي هذا في فخر لنا، يعني لازم ندعم المنتوج العراقي. زين انت عمر بالمانيا شلون تقدر تدعم هذا المنتوج الوطني؟ والله يا ريت، والله يا ريت قاعد هسه اني زوجتي يعني لما طلعت المعمل شلون يشتغل، الله هذا كنا ناكل، الله هذا كان طيب، يا ريت يعني هسه انت يعني شفت انهم معمل الالبان مال ابو غريب، يعني انت حتى بالغربة حنيت لهذا الشيء، صح لو غلط؟ يشهد ربي دا اقول له دمعت عيني، يشهد ربي لما شفت المعامل دا تشتغل دمعت عيني، يعني لما هذا الشيء المنتوج الوطني الطيب يشهد، يعني دا نحكي انا زوجي دا اقول له انه حتى هذا اطيب من هنايا من المانيا اللي جناتنا هذا الالبان اللي خاليه من الدسم خاليه من الطعم اصلا. نعم يعني الشكر الاول والاخير لهذا الجيل اللي قدر يسوي المستحيل، يعني اللي الحكومه 16 سنه ما قدرت تسوي هذا الشيء، هذا الجيل مع الاسف اللي يسموه جيل البورجي، لا بالعكس هذا الجيل فخر لنا، انا افتخر بالفعل، هو هذا الجيل، هو هذا الجيل اللي كسر القيد وايضا كسر الطائفيه وصارت 16 سنه وهم راح يبنون بلد ان شاء الله. الله ينصرهم ان شاء الله ويثبتهم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى ان شاء الله يا ربي، ربي يثبتهم ان شاء الله ينصرهم. اللهم امين. شكرا عمين. شكرا عمر. صباح من واسط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال السيد سؤال صحتك. حياك الله. الله يحفظك، برنامج هذا الرائع طبعا. نشكر المعامل اللي اشتغلت، والله فرحنا، والله العظيم نفرح، الله شاب يشوف هيك معامل تشتغل بالعراق وما نستورد من الدول، والله نفرح. صحيح. هاي وحده. يعني صباح انت من واسط. من واسط. نعم. طيب، الحمله نعم. مال دعم المنتج الوطني بواسط ايضا مستمره هي، نعم. احنا كشباب ساحه التحرير اطلقوها. وبواسط شلون؟ صحيح هي مستمره بواسط، بس ماكو دعم عليها مثل ما مثل بغداد مثل بلو قريب، مو يعني مو الاهتمام اللي مثل باقي المحافظات حاليا، يعني ماكو اهتمام باسط بهذا الشيء يعني. احنا يعني ندعو من برنامجكم هذا باسط اللي يجي بهذا الشيء يسمون هذا المنتج، الشيء اللي صنع العراق يعني
انت حتى انت من لما تاكل او تشتري يعني ترتاح ما تعرف هذا اللي يجيك من الدول ما تعرف ايش فيه ما فيه. هاي وحده. وشيء ثاني اشكر هاي القناه طبعا قناه دجله واشكر قائمين عليها والمسؤولين على القناه. هاي وحده. وانا عندي شغله بدي اقولها توجه الكلام الي طبعا. نريد اذا احنا نحكي اذا تكون برامج صباح 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 صوتك بس بس بدي يقطع اثبته يعني بس خليك بمكان حتى دافتهم. نعم نعم سيد. نعم احنا دول المفسخ عقودهم مفسوخه عقودهم بالحج الشعبي. نعم بالحج الشعبي قبل شهر عودونا قالوا لنا قبل شهر ونص عودونا قالوا لنا راح نرجعكم. هذا وضع تليفوناتنا داخليه لو دفاع انت صباح لا احنا حشد صار قرار امر ديوان صدر اي 10 11 صدر القرار مالتنا ورحنا صار لنا شهر ونص نعودوه قال الحين خابركم احنا رسلنا برامج اي برنامج يحكي لنا بهذا الموضوع ليش لحد الان صار لنا شهرين بنعودونا وماكو لا مخابره ولا عدد ونسال نروح نراجع احنا المحافظات نصرف فلوس ونصرف هاي ونرجع احنا قاعدين يعني فريد بكت برامجكم اي برنامج اللي يطلع على القناه دكتور يحكي لنا بهذا الموضوع الله يحفظك دكتور والدي اشكرك صباح بس هاي راح اقولها اني انه اذا كانت وزاره الدفاع او الداخليه او هيئه الحشد او اي جهه امنيه خلي يسمعونا انه اي صار لنا شهرين او اكثر دريد نتصل بهم يثبتون الموعد بعدين يلغون الموعد كل اللي رايدي انه يجاوبون عن المواطن عن حول الاستفسارات حول المفسوخه عقودهم او القدموا او الى حد الان شو وقت يرجعون يعني نتمنى هذا الشيء واعتقد يعني صوتنا يسمعوه اذا كانت نرجع نقولها داخليه والدفاع والحشد او اي هيئه جهه موجوده عندي اتصال ابو احمد من واصل الو السلام عليكم وعليكم السلام يابا احنا نفرح ونكيف على المعامل مالتنا اللي كانت مدثره معمل الخلط معمل الحديد الصلب والحديد معمل النسيج معمل الخل والمخللات معامل عندنا لا تحصى ولا تعد ماكو معمل بالعراق واحنا نكيف الانتاج هذا انتاج العراق نكيف عليه هاي بالنسبه للالبان الالبان احنا نتمناها يعني نتمناها لا ناكل من عندها ولا هاي اللي صحيح. اللي ثلاث ارباعها جراثيم وهاي انتاجنا العراقي نعم وانتاج الانتاجنا ماكو من عده اللي الاحذيه مال دجله وين ودوها المعامل مال الثلاجات والتلفزيونات وين ودوها المعامل كلها معامل المصابيح معامل النسيج معامل الخل والمخللات معامل ماكو عندنا معامل السكر ابو عندنا معامل اقوى بالفعل نعم يعني حتى نعم يعني هو حتى معامل الطرشي اليوم حتى وقفوها ما نعرف ليش زين والله ما نعرف شو نقول يعني هنيامنا لو نفر المعامل مالتنا كان ماكو بطاله ان شاء الله ترجع حجي يعني واحد يعني هذا تجين للقنينه مال الغاز ب 6000 دينار تجين للجنسيه تطلعيها ب 5000 دينار تجين للسنويه تجدديها ياخذون مال التبليط 180000 دينار يعني والله دخنا من هذا دخنا من الكارثه دخنا ليش وين كنا عايشين احنا بخير عايشين يا ابو احمد وان شاء الله شبابنا كل هالمصانع يفتحوها ويرجعوها ان شاء الله يا الله يرد لها بختي يعني واحد ان شاء الله البختي شبابنا ان شاء الله بهم البركه ان شاء الله اشكرك جدا اشكرك عندي اتصال علاء من كربلاء السلام عليكم عليكم السلام انا علاء من كربلاء الله يحفظك انا بنوه عن شغله كربلاء مصانع تعليب كربلاء وشركه الوسام للبان
وكانت شركة الألبان وسام الجميع المحافظات تغطيها. نعم. هو مصانع كربلاء ما معقولة واحد على ما يعرف مصانع كربلاء مال الدبس والراشي مصانع كربلاء. شركة الوسام كانت تغطي معظم محافظات العراق كلها، ومن ضمنهم كان المسوق مال شركة الوسام هو نسيبي، ولهسه لحد الآن هو قاعد خطي لا شغل ولا عمل، وكانت أرقى ألبان هي شركة الوسام. زين في غلب بأن مصانع كربلاء الدبس الكربلائي شلونه، وهاي كلها الحكومة خلتها بالعدم. زين هاي تتكلم أنت على المصانع، الدعم المنتوج الوطني اليوم بكربلاء والحملة شلونها؟ والله هسه لحد الآن ما كفت شيء ملموس يعني. ماكو شيء ملموس يعني احنا طبعا مستمرين حتى ان شاء الله باكر يعني ايضا كصنع في العراق كتغطية مصانع بالعراق، راح نتجه ايضا للمحاويل وغيرها وكربلاء. اشكرك. ربي يحفظك. رحم الله والديك. هدى من السويد. ايه مرحبا. مرحبا. هلا وحبيبتي. صدقي بالله لحد البارحة أني بمحل عربي داريد أشتري يعني جيمر، فسألت بنية عراقية قلت لها عافية أنت ما تعرفين شنو النوعية هنا اللي تشبه جيمرنا اللي بأبو غريب كان يصنعوه؟ نعم. ثقي لحد البارحة، فأني جدا فرحانة ومبارك الله بيهم هالشباب وبيكم وبكل واحد يفكر بمستقبل العراق. وتدرين أني والله العظيم إيش قد هنا أنا أكو أنواع مال مربى. صحيح. بس كلش بنفسي ويمكن حموت وما لح أحصل مربى. لا إن شاء الله. لا إن شاء الله توصل. هدى إن شاء الله توصل للسويد وإن شاء الله نرجع مثل قبل ونصدرها لكل الدول. فأني هو أني شلون أقدر أدعمكم؟ أني أعرف محلات أصحاب هنا أخليهم يستوردون المربى والدبس وكل شيء حتى السجاد. حلو. إحنا راح إن شاء الله مستمرين بهاي الحملة إن شاء الله هدى، وحتى البسويد وألمانيا وأمريكا إن شاء الله همين أيضا يدعمونا بهاي الحملة كمنتوج وطني عراقي، يعني هذا راح يكسر أيضا يعني قيود الموجودة على العراق وعلى مصانعها، وإن شاء الله مثل ما قلتي الشباب هم راح يرجعون المصانع ويفتحوها إن شاء الله. يا رب. دول عينهم دولة عقول متفتحة، مو مثلنا احنا كبرنا، هاي عقول متفتحة كلها الكمبيوتر والانترنت وعقولهم ما شاء الله. انت الاصل. او الله يسلمك. واريد شنو بالله نسيت كلمة. تفضلي. يا ربي يا ربي ما اعرف شو اقول، بس صح. ادعي واحنا هنا قلبنا ودعائنا، وانا دائما اتصل يعني، وحتى رحت جيت الساحة التحرير ما تحملت. نعم. زين ورجعت. بارك الله بك هدى، يعني هو بعيد بس تبقى دعواته ان شاء الله. الله يحفظ العراق يا رب. ايوه. ان شاء الله ويرحم الشهداء ويشافي الجرحى. شت خابر الاهل وغيرهم بالعراق. نعم. اقول فدوه لا تاكلون هيك، لا تاكلون هذا البيض، اخاف ايران مسممته، فدوه لا تاكلوا. هاي يعني الوصاية توصيهم. أشكرك هدى. أشكرك حبيبتي. الله يديمها علينا نعمة إن شاء الله. آمين آمين يا رب. اتصال عندنا شباب. طيب ضمن أيضا المصانع اللي جولت بها عدسة دجلة هو مصنع أدوية سامرة، خلينا نشوف ونرجع. عدسة دجلة أيضا تتجول داخل مصنع أدوية سامرة. أدوية سامرة شركة كبيرة تكون عدة مصانع، مصنع أدوية المحاليل ومصنع أدوية سامرة ومصنع أدوية نينوى ومصنع بغداد ومصنع الحلة. عندنا مراكز تسويقية وياها، عدد موظفين كلي 3300 موظف. المصنع اللي احنا ننتج به الأدوية هو عبارة عن 1200 موظف، أغلبهم هم من سكان المدينة.
شركتنا تنتج 200 مستحضر فعلي، عندنا 350 بس الفعلي 200 مستحضر. احنا بصدد انتاج حوالي من 50 الى 60 مستحضر جديد ضمن نظام الوكالة الحصرية. الوكالة راح تأمن لنا الترويج الكافي والإعلانات والمندوبين المبيعات اللي راح يعرفون كل الصيدلات كل الأطباء بأن سامرة لا زالت موجودة، سامرة تتطور. الأدوية الستين مستحضر هي عبارة عن أدوية حديثة بها جدوى اقتصادية وعلاجية عالية. بخصوص الأدوية القديمة، الشكوى الزبون كانت دائما هي من نوع التغليف. احنا بصدد حل المشكلة، نتوقع بداية السنة الجاية راح ننزل أدوية سامرة بأغلفة جديدة وبتصاميم جديدة تحاكي المنتوج الأجنبي. وبهاي الطريقة أدوية سامرة من الأدوية آمنة جدا وفعالة. احنا بالسيطرة النوعية عندنا احدث الاجهزة العالمية، نحلل وفق احدث الدساتير العالمية، لا تقل جودة عن اي منتج اجنبي مستورد. الفرق هو موضوع التغليف وراح نحله. ضرورة تشجيع المنتج الوطني عن طريق أنا هسه أشوف أكو وعي شعبي بهذا الموضوع، هاي حالة صحية وأول مرة أشوف العراقي يدور منتج عراقي. إحنا لازم نستغل هاي المرحلة، مرحلة مهمة، والمواطن العراقي نعطيه منتج بمواصفات عالية وبنوعية جيدة وأسعار مناسبة وبتعبئة تماثل المنتجات الأجنبية. المواطن العراقي تنهك الفاتورة الدوائية، العراق أكثر من 3000 مليار، راح نحاول نساهم بجزء كبير من توفير أدوية للشعب حتى نقلل عبء العبء الصحي على المواطن العراقي. الأجهزة الموجودة بالسيطرة النوعية هي مطابقة للمواصفات العالمية وحسب ما يتطلبه دستور الأدوية الأمريكي USP ودستور الأدوية البريطاني اللي هو BB. كل طريقة تحليل إلى جهاز معين احنا نستخدمه، كل اللي موجود كل التحاليل اللي تنطرح بالUSB وبالBB احنا نجريها. السيطرة النوعية في معمل أدوية سامراء الآن متكاملة بشكل كبير، وعندنا شراء ايضا ادويه نعزز بها السيطره النوعيه لدينا. يعني اليوم المواطن يسال يقول اليوم ادويه سامره هي تظاهر المنتوج المستورد؟ والله مو بس الظاهي، هي احسن من عنده، لان على الاقل احنا مسيطرين على المواد الاوليه، مواد التعبئه والتغليف والسيمي برودكت والفينيش برودكت، يعني الدول اللي يطلع للمستهلك ما يطلع للمواطن العراقي الا مستوفي كل التحاليل المطلوبة وبجودة عالية. شنو أهم المنتجات اللي تنتجوها وهل هي مطابقة للمواصفات؟ نعم، نرحب بكم بداية. المنتجات اللي ننتجها تشمل كافة الأشكال الصيدلانية. حاليا نسحنا في قسم الشراب اللي يضمن أيضا المعلقات السائلة وقطرات الفم، وعندنا الحبوب، قسم الحبوب قسم واسع ومن أكبر المصانع بالشركة. قسمين المضادات الحيوية اللي هي السيفالوسبورينات والبنسلينات، يعني بشقيه العائلتين المضادات الحيوية، والقسم ابن حيان اللي يشمل المراهم وقطرات العين الزجاجية والأمبولات
بالإضافة إلى قسم الباودرات التابع فنيا لقسم ابن سينا حاليا، ومكانه في قسم ابن حيان اللي هي بناية المراه. لقينا الحل المناسب عن طريق وكالة راح يتولى الوكيل ترويجها وتوزيعها، ونأمل من وزارة الصحة أنه تساعدنا بإيصال هذه الأدوية المهمة جدا واللي كلفتها من شركتنا راح تكون مناسبة جدا للمواطن، يعني المواطن عن طريق المراكز الصحية والعيادات الطبية والمستشفيات. حياكم الله من جديد. عندي اتصال نور الدين من السويد. نعم دكتور نور الدين محمد. ليه الصوت شباب؟ تخصص جراحة أنف وأذن وحنجرة بالعاصمة الصفر. ماذا أسمع؟ أحييك ست جدان وكل العراقيين الوطنيين الشرطاء وأخواننا الأبطال في شحافة الإصمام اللي رفعوا رأسنا من جديد ورجعوا شمس العراق من جديد ترتفع عالياً إن شاء الله وعلم العراق الأشم. كل متجال للوطن إن شاء الله. كنا وياهم. كل العراقيين وياهم. للمشرق للمغرب. لا يخافون وصامدين، وإحنا كنا كشعب واحد يجب أن تعود حضارة العراق واسمها إلى الساحة الدولية. إن شاء الله. أتكلم عن شغلة مهمة. نعم. أولاً المنتج الوطني مال سامراء هو من سيرة الأدوية العراقية المنتجة والمواصفات عالمية. الفساد اللي يعني خلى مصنع سامراء الخلفية. يتطلب إن شاء الله في المستقبل القريب أنه ترجع لجنة استيراد الأدوية وترجع المركزية في استيراد الأدوية لحماية المواطن العراقي وحماية المنتج الوطني، وأن ترجع السلامة المهنية للأدوية وما صاحبها. نعم العفو أني تسمعيني؟ وياك. نعم أنا الآن دا أتكلم وياك من السويد، يمكن سمعتي كلامي. أنا وياك. نعم يجب أن يرجع السيطرة النوعية، ويجب أن ترجع السيطرة المركزية على استيراد الأدوية، وأن لا تترك شراء الأدوية عشوائية لشركات غير رصينة من الهند وغيرها. أنا حجز في قلبي أن أكون في مطار الدوحة وأشوف عراقيين شارين أدويتهم من الهند، الطبيب الهندي يمتيلهم كيس أدوية يقول يعني هو هذا مع الأسف لأن بالفعل كحكومات متعاقبة من 2003 إلى حد الآن هم سمحوا بهذا الشيء. إحنا هذا كله نعرف فيه، بس إحنا حتى كأطباء عراقيين يعني ما أقول لك خايفين من الموت الحمد لله والشكر. نعم. بس قالوا لنا يا ترى بس يجون مطار بغداد يعني 100% راح تستقبلكم الميليشيات والطرف الثالث، فتكون على قائمة الاغتيالات أو على قائمة الحجز والتعذيب. جنابك دكتور؟ احنا أقول لك يعني كل العراقيين يقول لك بس ترجع للعراق تقسم وطنك انت يعني على قائمة الإرهابيين راح يخلوك. لا بالعكس يعني لا يعني نور الدين انت دكتور جنابك؟ نعم أنا جراحة في الصائم فذن وحنجرة. حياك. طيب دكتور نور الدين احنا تكلمنا بالفعل وانت تكلمت انه كمعمل أدوية سامراء، انت بالفعل اذا كانت ادوية سامراء الى حد الان عاصرت هذا الشيء قبل ما تسافر للسويد انه بالفعل كمنتج ادوية قبل ما تسافر شلون كان مستواها اذا من حيث يعني السيطرة النوعية او الجودة او غيرها؟ والله يعني احنا كنا ايام الحصار هي بدا يعني الانهيار ودخول الادويه غير الرصينه. يعني ادويه سامره هي من خيره انواع الادويه اللي احنا استخدمناها. صحيح. وهي تنافس المنتج الاوروبي 100%. واحنا ندعو لعودتها وان تكون الدول الاول من قبل وزاره الصحه القادمه ان شاء الله. ويكون الاستيراد من خارج البلاد تحت لجنه رقابيه صارمه على المدى يستوردون سموم سرطانيه للمواطن العراقي او ادويه مثل ما نقول شكر وملح يعلبوها ويبيعوها للمواطن العراقي. فإحنا إرادنا وزارة صحة صارمة، لجنة استيراد صارمة، النظام يرجع ويحترم، سلامة المريض العراقي ترجع وتحترم، وأن تنحط سلامة الإنسان، هذا الإنسان اللي
اللي أصبح حقل تجارب لكل الدول. يجب أن يرجع الإنسان العراقي إلى قيمته. إحنا هنا شفنا السيستم الطبي، هنا كل الناس تخدم المريض. صحيح. إيش المواطن العراقي قطية يعني يمنى ويسرى ويبكي على مود الدواء مالته ودواء السرطان؟ والله كارثة. بس على العموم العراقيين موجودين والكفاءة العلمية موجودة كطبية أو غيرها، قادرة على إعادة العراق إلى الساحة ورقم واحد خلال سنة مو أكثر في كل الاختصاصات. ما تقلقون، والكفاءة العراقية فقط تريد الأرض الطيبة اللي تحتضنها على مود ترجع تبني الوطن. احنا نعم. الوطن عزيز علينا. واحنا ما عجبتنا قاعدة اوروبا او السويد، والله ان شاء الله ترجعون يعني كوبا. دكتور نور الدين ان شاء الله ترجعون وتخدمون بلدكم. اشكرك دكتور نور الدين. عندي اتصال علي من السماوة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صحتكم الجان؟ طبعا احنا بالبداية نشكركم على هذا الدعم، قناة دجلة وبرنامج يعني من المتابعينكم، الله يخليك. طبعا ستوجدان أنا أحد يعني أحد المساهمين بمصنع القطاع الخاص في مدينة السماوة. نعم. طبعا احنا إذا أريد نحكي شوية على الواقع الإنتاج، لابد أن يعني نروح على أساس المشكلة، وهو طبعا الدعم من قبل الدولة. فيعني تشوفين الدولة يعني أبد يعني ماكو اي دعم من ناحيه يعني للقطاع الخاص. يعني تتصوري كهرباء ماكو، كل يعرف في العراق. فهنا الانتاج شو يحتاج؟ نحتاج مولدات. اوكي، موفرين مولدات احنا، فغاز من تجي للدوله هذا يدعمنا بغاز بحصه فد نص سعر، يقول لك لا ماكو، انت ما طول مصنعك يعني انتاج غذائي او انتاج صناعي، فما لك اي حصه الا بالغاز. انت شنو لان يعني شنو الانتاج مالتك علي؟ انا ما اريد يعني اسمي اخصص اسم المصنع مالته حتى ما ياثر يعني علي يعني بالتسويق. احنا لا، مصنع اصلا اي مصنع اصلا حديث، المصنع الماني، محافظه السماوه ومجموعه الشباب مساهمين بقطاع خاص ان شاء الله. الله يوفقكم. شوف يعني الله يخليك، فنشوف يعني يقول لك انت فقط افران الصمون له محصه بالغاز، يعني انتم وين الدعم مالتكم؟ زين انتم تطلعون بال يعني وزاره الصناعه ويعني حتى ان شاء الله علي نتمنى كوزارة الصناعة او غيرها من الوزارات او حتى المصارف انه يدعمون شبابنا دعم حقيقي بالفعل، يعني الشباب يريدون يشتغلون، يعني حتى كقروض تنطوهم وايضا كفوائد يعني تيسيرية وايضا الاقساط اللي تاخذوها من المواطن بشكل صحيح حتى بالفعل يرجعون شبابنا ويفتحون مصانعهم. عندي اتصال. شكرا جزيلا. اشكرك علي. محمد من البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. شتو جدان، شلون شخبارك؟ حياك الله. طبعا نشكركم على هاي المبادرة مال دعم المنتج الوطني، بس اكو شغلة مهمة لازم نوه عليها. بكل قنوات اكو فقرة اعلانات تكون بين كل برنامج وبرنامج. مثلا هسه خلص برنامجك، اكو راح تصير فقرة اعلان تصير 30 ثانية، انه اذا كل منتج او كل مصنع ينتج فد منتج، اي منتج كان، نقدر ندعمه بالاعلان ان شاء الله. اي الاعلان يعني شيء مهم كقناة دجلة او كبقية القنوات اللي داعم المنتج الوطني. تمام. محمد، البصرة حملتها شلونها ويا صنيعة في العراق كمنتج؟ والله حاليا هي كمتظاهرين قبال مجلس محافظة البصرة هواي منتجات تخلينها وهواي دعم بيها. خالي. بس ناقص. نعم. خالين، وش ناقصكم؟ ناقصنا فقط قلت لك هو الدعم الإعلامي. الدعم الإعلامي حاليا تمام. فقط بمواقع التواصل الاجتماعي. احنا وياكم ان شاء الله يعني ستبقى يعني دا الاسبوع او باكر احتمال البصرة، هي المصانع البصرة ان شاء الله وياكم راح نتجه. نعم نعم، موجودة عندنا مصانع طبعا هواي بالبصرة، بس ما قا عليها نظرا إن شاء الله نتجه باكر ومقترح أيضا همين إن شاء الله. نشرف فيكم. تسلم محمد. شباب عندي اتصال. طيب يعني إن شاء الله إحنا مثل ما قلنا اليوم مستمرين وباكر أيضا مستمرين وياكم لدعم المنتج الوطني اللي راح يعيده شبابنا ويدعم وطننا ويكسر هذا الحاجز تماما. تقبلوا تحياتي يعني وجدان عني، ان شاء الله اشوفكم باكر وامان الله.